كل مرة نلتمس موضوع من المواضيع اللي تطلبوهم مني. موضوع اليوم هو على روتيناتي اليومية. اليوم راح ندير لكم روتين تاعي قبل النوم، يعني كي نكمل الشغل تاعي ونكمل اليوم تاعي كامل، وش راح ندير في المطبخ تاعي وش راح ندير ليانا. قبل ما يبدا الفيديو نتمنى انكم ديروا لايك لهذا الفيديو والفيديو اللي تفرجتوهم كامل من قبل، واللي جديد معايا تشترك في القناة وتفعل الجرس فضلا وليس امرا، وخليوا لي تعليقاتكم طلباتكم كامل اسفل الفيديو. وما تنساوش ثاني ما طلب مني انكم تشاركوا القناة والفيديو تاعي لصديقاتكم واصدقائكم باش تكبر القناة توصل 100,000 مشتركة ونديروا حفلة وندير جوائز باذن الله. راح نبدا الفيديو تاعي تاع اليوم. بون، هنا عندي دايما قبل ما كي نكمل الغسيل تاعي كلش نغسل لي طورشون اللي عندي. لهنا عندي ثاني هذه حطيتها في جافيل، درت لها صابون مارسي، حطيتها تكرنف مليح باسكو بيضة. والله هنا كملتهم وغسلتهم، عمرت هذه بالماء لاني راح نحتاجها قبل كل شيء. راح نلم هذه الاواني اللي غسلتهم. عندي هنا طورشون يكون مشايح ناشف، راح نمسح به البقايا تاع الماء اللي بقى لي على الاواني تاعي. بعد ما كملت لميت الاواني تاعي اللي غسلتهم كامل ورديتهم بلايصهم، ديجا راكم شفتوا معايا هذا المولب اللي شريتهم من قبل ونعدتهم لكم. انا غسلتهم برك ما حبيتش نقيسهم من برا من هذا البلاصه باسكو نحتاجها ونعطيكم لكم الفكره تاعي. راح نعمر معاكم لي زيبيس تاعي. لهنا عندي هاد لي زيبيس، كل واحد من شحال لي بوبليسيتي. كما كل مرة وحدة تشري لا مارك لي تحب ولا من عند لي يبيعو تاع لي زيبيس. لهنا الفكرة تاعي اني دي فوا نتخلطو بين دي زيبيس كيما هادو تاع الدجاج تاع اللحم وكلش، نتخلطو بيناتهم. دونك جو بريفير البلاصة هذه راح نخليها نكتب فيها نوع لي بيس بيان سور، فلفل الكحل والفلفل الاحمر ولا عكري ولا كل واحد كيفاش يسميه. باينه راح تعرفي، بصح لي زيبيس الاخرين راح تخلطي بيناتهم. راح نكتب لهنا في التحت نوع تاع مش اسمه لفاح. بون، انا درك كتبت في كل علبة اسم تاع حبيبتي. هكا كملت درت كل وحدة في ما كتبت تحتهم. ملاحظة البنات اللي ما عندهاش باش تشري هذا العلب، تشري هذو تاع لي زيبيس يتباعو ب 9900 يعني هكا ب 10000، وتولي كل مرة تشري لي ساشي تاع 3500 ولا 5000 وتعمر تكون هكا ربحت علب. ما نحبش ندير بيبليسيتي بصح هاهي
استفادوا بركة وصناعة جزائرية. أنا فضلت أنهم يكونوا كامل زي بعضهم. بنات اللي عندها أفكار شفتوا اللي عطيتني في الوقت تاعي ماذا بيضبط لي في الفيسبوك ولا تقول لي في تعليق كيفاش نتواصل معها ولا في الانستغرام. انا هذو راح ندير لهم لهنا لهنا ديزيتاجير هكا. شوفوا معايا البلاصه لهنا راح ندير ديزيتاجير ونحط فيهم لي زيبيس تاعي وثاني تاع العلب الكبار هذوك. انا غادي نحطهم لهنا بما ندير لهم البلاصه تاعهم. دركا كي كملت حطيت لي زيبيس ثاني تاع الزيت تاعو نعمرها بيان سور اذا كنت نحتاج الاخرى جاي معمره. راح نبدا نمسح. جيبي كتانة من الديا تمسحي دائما البريفير كل يوم ولا كل يومين تمسحي الحوايج اللي محطوطين فوق البوطاجي تاعك تمسحيهم بهذا الشكل باش يتنحلهم هذاك الوزهم ما هكا نقولوا يعني اللي دام هذاك اللي تاع الطياب وتاع القليان وتاع كلش على خاطر راح تلصق لك فيهم الغبره وراح يولي ما يصلحوش. ديري قطره تاع جافيل وامسحي بهذا الشكل وتشيحي بالشيحة هكا باش ما تبقالك حتى اثر تاع الخطوط هذوك اللي بقاو تاع الماء. لهنا ثاني هذه تاع الملح حاجة اخرى ما تنسايش الغاز تاعك تقفليه هكا باش تربدي مرتاحة. لهنا لا بلاك تاعي انا دايرت لها غير الالومنيوم او ميم طون نمسحو كل يوم نمسحو كل ما نستعملو بيان سور نمسحو باش ما يفسدليش ما يكدبليش في ساعه بيان سور. هذا ماشي من اول طاش راح طيشي البنات. بالنسبة للفريتوز انا استعملها 10 مرات نقلي فيها في الزيت تاعها من ملحش البطاطا تاعي قبل ما نقليها ملحها بعد ما نقليها مع بعد ما تقلى باش نملحها على واش الزيت تاعي هذيك كي نستعملها 10 خطرات نحبس نعمرها في القرعة نولي نطيب بها يوميا وندير زيت جديدة باش ما نطيشهاش ما تبقى صحية صالحة للأكل وندير واحدة جديدة كل 10 خطرات نبدلها. هذه الفكرة تاعي اللي باش منه اقتصادية ومنه صحية ما تقدامش الزيت تاعك تولي يصراوك مشاكل أخرى. العلب نروح نعمل فيهم دخول جفا شنو مثلا نديرو فيهم مكسرات نديرو فيهم سما أنا نعطيكم فكرة انتوما ديرو لايك لهنا بين ما ندير لهم بلاصه قريبه ليا وين طيب راح ندير لهم كيما قلت لكم لهنا. وهكا البنات نكون كملت المطبخ تاعي. ملاحظه البنات اللي راجلها ولا هي تخدم صباح بكري جو بريفير دير بلاطو دير فيه لي شوب والفناجل تاع القهوه وتاع الحليب وتوجد الكاطو اللي راح تحطو صباح باش كي تنوض صباح جوست دير الحليب والقهوه مام القهوه دير البن في البراس والماء جوست تحطها على النار بين ما تلبس قشها وكلش يكون واجد الفطور تفطر وتروح.
بون البنات دركا راح نغسل يديا في الدوش ونروحو نشوفو الروتين تاعي تاع العنايه بالبشره اليومي المسائي بيان سور. البنات كملت الكوزينه غسلت يديا. بالنسبه للروتين تاعي اللي هو نجيب ديسكات ديماكي وجهي، على بالي هضرتو بزاف على على كوافوز تاعي باللي بزاف ماهيش منظمه، بصح انا هكا نحبها، نحب الحوايج اللي نستعملهم دائما يكونوا قدامي باش نكون مرتاحه، ما نبقاش كل وقت وانا نفتش في الخزانه ولا كي نبدل لي برودوي اللي نستعملهم نخبي هادو ونجبد اللي نستعملهم، باسكو سورتو البارفان كل مره نبدل بارفان جديد، كاين دي بارفان ديال منهم الضياف، كاين دي بارفان خاصين بيا انا فرات. بون دي ماكيون هذا هذا هو اللي نستعمله في الوقت الحاضر. مع الاول كان موالمني بزاف، بصح هاد لي دو جوغ عادي يحرقني فانيا ما لاباليش على واش مالغري جديد وما حليتوش سما من قبل، فيه لهنا دوز ام يعني 12 شهر او عام بعد الفتح باش يتبيريما. شوفوا حاشاكم دايره غير ريسيل و شو اسمه فاراجو، شوفوا كيفاش خرجت بعد ما ديماكيت وجهي. راح نجيب هذا الفازلين ولا اللي ما عندهاش هذه، اللي ما عندهاش هذا الفازلين تستعمل جليسيرين، انا دي فوا نستعمل فازلين ودي فوا جليسيرين، الليله راح نستعمل هذه خير باسكو هذه تبيض بزاف وهذيك تبيض وتوحد اللون تاع البشره. هي راح تابليكيها على وجهك. عندي هذا البيرت كاكاو، اي مرطب شفاه يكون شفاف استعمليه كل ليله وما تنسيهش ثاني تشربي الماء بزاف، باسكو الماء هو اللي يرطب لك لابو تاعك كامل وما يخليش خاصه شواربك ينشفوا. دونك انا استعملت هذا تاع إيسونس، كل وحده وانا تحب. في الاخر ندير لاكريم تاع ليمون تاعي، وما تنسايش تعطري روحك بارفان ديودورون المعطرات اللي ما فطرتهم في الليل. بون حبيباتي هذا هو الفيديو تاعي تاع اليوم، هذه هي الروتين تاعي اليومي تاع ما اللي نديرو في المطبخ تاعي و بوجهي. بون ما تنساوش ديروا لي لايك للفيديو، ما تنساوش تعطيوني رايكم في النوع هذا تاع الفيديوهات، وش هو الروتينات اللي حابين نديرهم لكم، وش هو الفيديوهات على بالي بلي طلبتوا مني فيديو تاع جولة في المنزل تاعي. بإذن الله عندي ديبتي بريكور راح نكملهم وراح ندير لكم، وإذا شفتكم حابين بزربة ندير لكم الفيديو تاع جولة في منزلي راح ندير لكم عادي جدا بلا ما نكمل بريكول تاعي، ومن بعد تشوفوا الحوايج الجدد اللي زدتهم. بون حبيباتي راح نخليكم في هذا الفيديو، وصلنا لآخر الفيديو، نتلاقاو في فيديو آخر. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.